سر كميدة سرها واوين هي كيدتك عظيمك اح نورانيك اح صورد كراماتك هي معجزاتك اخر ما لنت الجمعات صوردا تردة ان كوشي قدنو اذن كإلهي سبحانه وتعالى كدب نسوكو بشاراتك هي معجزاتك هاد لكل مدن تنولوش هذا هي إلا غفرو البابدا رزقك كواسي او ان مرنبكا قويدون اذن كإلهي سبحانه وتعالى وحقلبك هي مسكح ذا ان قادن كرين او رزقي اح او فتوحاد اح او خير اح يا لكل مدن تا تجابي او نفسد هذا كدي رجلي او كحوجي ان اد سميسد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد بارك علي حبيبي يا رسول الله نفديك بأرواحنا وأنفسنا نحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكفر حسن هاي إن مرك لم وقال كالإذين سو قد بيو أنك عافمات قبا أذنك عافمات قبا وأذي قد قيسان إيسان هدي هذا حنو سنتين حنوك إباه إذن كدل قادو هدي فرح سنتين الله إذن كرديو دام رقي سنتين رقاد إلهي فرحات إذن كبدلو هدي آد مركاسي أدريمي سيد عليس رزق الآن إن شاء الله تعالى واسعني مرزق الله كو قبدلو إلهي قعمها كمترو هدي آد نوشر قريسيد نولا قريسيد إلهي سبحانه وتعالى وحوال بوض جعشة مراد كألاد هاي المه دارفتو قور هدي عرفتو الشقة دارفتو مال هدي عرفتو وحوال بوض جعشة هاي إلهي سبحانه وتعالى كن فيكون الله كاقدقو ولا الكيقة ولا شيء ذا قالقة هاي خير كايونا قجعل خير كفافسة إلهي سبحانه وتعالى هكو أقبله وان أركدون إن شاء الله تعالى أجيب إده إيو إن إلهي سبحانه وتعالى وحضن تقول سميه أدي أد خير كوذا جسد رسولك صلى الله عليه وسلم أدال على الخير كفاعله بلغوا عني ولو آية آية بها نقطة دتك قارسية هدي هذا أذيك كسينين دتك قارسي كي أنا قان صدوبنا كي دتك كلا خير كجعل صدوبان وحي صحة دتك قارسي سي إلهي كو بركايو أذيك أنا أجر كهل كاس وقهشيد إن شاء الله قصود وادا مقال كينا كنزي أما كيت مالات حولات خيرات آدوين وكمي ذا كنوزتا نورانيقا مركاسي ربي سبحانه وتعالى أكتي سكاهاتي قفل بو الدنيا ذا أي عريري كنقطي متكستا oo murugada iyo dhibaatada ay ku badatay mid kasta oo albaabada ay ka soo xirxirmeen mid kasta oo ka sheeganaya faqirtinimo arzaaq la'aan ama arzaaq yari in ciriiri ay ku noqotay miciishada mid walba oo ay daalisay ay dhul ka dhigatay cudurada ay xanuunada daawadaadu waxay tahay walaal cilaajkaaga farajkaaga murugada meeshii lagaaga qaaday leebka xanuunka lagaaga siibay waxay tahay suurad yar oo ka mid ah suurka ilaahay kitaabkiisa ku soo dajiyay حرف آهان أما ترى آهان حرفه ذو ويريهين بلسه شقضا أي قبان يسو iyo mujmalka iyo sirta iyo mucjisada ay xambaarsan tahay ay khayaal ka weyn tahay oo aan la dhayalsan karin oo aan maskaxdeena aanan kugu qiimeyn karin waa mucjisad kamida mucjisadka waaweyn mid kamida mufarrijatil kurub ku kurbaha ilaahay kaaga feedayo kuwada ugu waaweyn waana midda uga badbaadaysid wax walba xanuun badan dhibaato badan ciriiri ah murugo ah mushkilad ah sixir ah shaydaan ah xasad ah xasidiin ah tuugo ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaaga qabanayo suurada bishaarooyinka futuuxaadka guulaha nasriga ciziga sharafta qiimaha suurada arzaaqda aan go'aynin ee mar walba ilaahay subxaanahu wa ta'aala madad kaaga dhigayo waa wax aan qalbiga bini'aadamka marnaba ku dhici karin markii laga hadlayo waa suurada ugu gaaban ugu yar ee kalaamka allah subxaanahu wa ta'aala ee kitaabkeena furqaan waa suuratul kawthar ama inna a'taynaaka al-kawthar محاك أغيسيي سورة الكوثر محاد سكتقانا أدونك الله وسورة دي كسو دقتي سببتي ذا إن أي أتوابتو متكم إذا قال لذي نو محمد عليه الصلاة والسلام أفلقا ديي كواسي الرسولك عليه الصلاة والسلام كسفيي إنو يهي أبتر بمعنى مد مركاسي فرقو أي أوكالة وكتل مامي كنا أفلقا ديي رسولك إن صلى الله عليه وسلم كاسي وكتل مامي إن رسولك صلى الله عليه وسلم أنو هيسن وهدي وجريودو وسنجرين خوف مي عيسى حمباري وسيد قال كاسي وحو أركي رسولك عليه الصلاة والسلام أي كسو دقتي سوردا إساقو مركاسي هردير كل حجرة كدبنا هرددي أي كسو بوذي إساقو أدول حضين أي ما شاء الله حبيبي يا رسول الله صحابة يوي دي سي رسولك إله يو أم حاد أدول حضين إسا مركاس أي وقو جوابي رسولك صلى الله عليه وسلم وحالي قسو دجي
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وبيك كوثر وحوت المانو يحي خيرك يرزقك يبرواق ذات كأتر بذن سورة أي حمبار سنتهي كلمات كيدا وأي ترسيهين سرت ذس مدل ترينكرا أو لكوبي كرماهن معجزات كسورة وحا أي جوجسي فكرك قلوب تبني آدم كائن أي وحكشيغان معجزات كيدا كوا وغوريا أما مد كواد ومعجزات كلمات كيدا أما عدد كلمات كا أي ككوبنتاي سورة كاسي وترادة كلمات كيدا أي غاريان طبن كلمات وكليا حرفها أن مرنبصون نقونين كجرة سورة وطبن حرف حرف كألفنا وحرف كأغسون نقشد بذن سورة الكوثر حرف كاسي وحا لسوع العليي طبن جير أي لسوع العليي حرفها أن مرنبصون نقونين وطبن حرف دمان حرف آيات كيدا سدح ذا آيادوت وحيكون دمادين حرف كراع وانا حرف كالطبنات حرفها ألف بيتدا أما ألف وحمالها حرف كالطبنات أيو كيهي مركي لغاسو بلاو ألف وحمالي بحوسكالي حرف كالطبنات أيو كيهي حرفها سوردها كدما ذا حرف كراء وطبن سوردود مديدا وغيرنا وسورة الكوثر ثم فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر نحرق أما قورعا وحاو دعا طبن كبشة ذي الحجة حلق عيد وينيدا أما عيد الأضحى المبارك كنزي أما كيد أنسي كذسه أما مركاسي وحان لفلنكرين كو إما ذي ماهن بل سوى مت ربي سبحانه وتعالى وكو كيدي معجزات كاسي عظيم كاه إي أسرار تاسي كونيك حديان في فيرينو سورة الكوثر إي نمبر كالطبنات إي حرف راء وحا سورة قلن قريسة إنا أرقنو فرياشة أسرار تا كونيك إي ربي سبحانه وتعالى قرآن كيسة معجزات وقديقي سورة وحي لذا هاي تساريف إي دقن آت أدو ميستران oo iyada u gooni ah oo waxyaabo far badan ay qabanayso sidoo kale suuradan waxay leedahay istijaabo ama aqbalaad iyada u gooni ah oo degdeg ah oo markaasi wixii aad Rabbi ku bariso subhana wa ta'ala si dhaqsa ah aad u helaysid qof kasta oo mu'min ah oo muslim ah wa inu ilaahay subhana wa ta'ala ka baqa sirran wa alaniya yaani si sir ah iyo si koroba wa suurada ka celinaysa ka difaacaysa hadii uu ku dulmiyo qof daalim ah oo xaqada iyo xuquuqdaada ku xagudba hadii uu ku xasdo xaqid iyo xasid oo noloshaada aan jacayl iyo wanaag la rabin hadii aad akhrisato 100 jeer salaada cishaha kadibna aad dhahdo ya qadiru ya qahar oo 10 jeer dhahdo kadibna aad Allah ku barido subhana wa ta'ala حالا حسبي الله ونعم الوكيل نيدا هذا اي عقلك اغا اي فكرك اغا با اي كبوحدو قفك اذيقا كدولمي اي كدباتي اي اد نيدا كوهيسيد اد نسي ودد اي مدو كسيمن تضبو اما مركاسي سديد عشو وحد اركد دونتا اذنك الهي عجائب iyo markaasi awooda Rabbi subhanahu wa ta'ala uu kaaga aaro qofkaasi adiga ku dulmiyay awooda Rabbi subhanahu wa ta'ala qudraddiisa iyo awoodiisa qof walba ku xad gudba ama iska dhiga qof jabaruuda xoog badan Rabbi ayaa ka adag subhanahu wa ta'ala kaana qabanaya idinka ilaahay subhanahu wa ta'ala wa surada burburinaysa baadil ka dhigaysa ee baabinaysa masaxaysa tirtiraysa dadka saaxiriinta sixirkooda waxyaabay kugu salideen shayaadintooda intaba ilaahay uu burinaya sixirkooda wuna dhammaystiraya dhammaantooda uu baabi'inaya idinka Allah waana sir kamida siraha suuradan ay xambaarsan tahay waana suurada burinaysa baabi'inaysa biyo ku shubaysa isha xasadka iyo xaasidiinta iyo markaasi kuwa xaaqidiinta ah ee nolosha ku quurila waxay caafimaad ilaahay uu kaaga dhigaya si cajiib ah oo la yaab leh oo mucjiso ah cudurrada xanuunada ruuxiga ah ee amraad nafsiga ah استريسكا انتا صدن و الهي سبحانه وتعالى كاغا قاضيو كاغانا عافينا يوسي عجيبة او آذان مركاسي مليسان كرين إذيكا الهي سبحانه وتعالى وذر هذا عدوكا مركاسي قفكا بنا آدم كجركيسا كودعا لتهبان كرو يكوا أن لتهبان كرين نفسدا كودعا حضي هذا خريسو التبانجير إذنك إلهي سبحانه وتعالى كدبنا آد كوب كتفتو آد عبتو أو آد جوكتيسو انتا مركاسي حنونك أو كدينيو oo aad dareemi doontid caafimaad waxaad arki doontaa satar al-ajaaib yaani mucjisa ayaad arki doontaa iyo sirta iyo nuraaniyadka suuradan ee caafimaadka iyo shifaa ilaahay subxaana wa ta'ala dhaxdhigay suuratul kawthar qof walba oo raba caruur iyo awlaad iyo farac ilaahay subxaana wa ta'ala ka bariya
suuradan ayaa cajiib u ah, shifa u ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadiisa uga aqbalaya. Qof walba oo raba inuu guursado zawjad wanaagsan ama gabar kasta oo rabta inay hesho nin wanaagsan oo saalixa, qof walba oo raba in xabsiga laga sii daayo oo ilaahay ka soo badbaadiyo, mid walba oo raba in markaasi hela ama ilaahay uu u sahlo jago ama xil u rabo oo shaqo ama mas-uuliyad dowladeed, inaad soo jiidato qof jacaylkiisa, maxabbadiisa, kalgacaylkiisa, qalbigiisa aad soo jiidato. Haddii aad rabto inuu qofku jeclaado oo ku adeeco oo markaasi adiga kaa dambeeyo taacad iyo amar qaadashotii ugu dambeysay, inuu ku jeclaado oo ku adeeco oo amarkaaga qaato, suuratul kawthar ayaa xal u ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu kugu sakhiraya idinka allah arsaaq. Haddii ay tahayna, rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu albaabada risqiga kugu furi doonaa. Suuratul kawthar. Haddii ay umuurta kugu cuslaato, xaaladuhu kugu cakirmaan, adduunyada ay ciriiri kugu noqoto oo aad culays dareentid, haddii aad ka quursato nolosha, haddii risqiga uu ciriiri kugu noqdo, maalkaaga uu yaraado, maciishadaada ay cuslaato, haddii dhibaatada ay kugu cuslaato oo kugu adkaato, fa wallaahi alladii laa ilaaha illaa hu, ilaahay baan ku dhaartay. Suuratul kawthar waa midda markaasi insha allah socodsiinaysa, joojinaysa culayska iyo dhibaatada ku haysata, farajna ilaahay kaaga dhigayo insha allah. Waa kayd rabbaani ah, waa mucjize ilaahi ah, allah subxaanahu wa tacaala kugu siinayo sirteeda iyo barakaadkeeda. Bedel khayr qaba, caafimaad khayr qaba, faraj aad u weyn, risqi barako badan oo kariim ah oo aad sharaf ku leedahay. Suurad walba, aayad walba oo kitaabka alla ku jirta subxaanahu wa tacaala, dhammaantooda asraar iyo sir ayay ka kooban yihiin, oo anwaar iftiiniyo qalbiyada darbi uga dhigaya oo iftiiminaya waddada khayrka kugu hagaya ayaa ku jira dhammaantood. Suuradahaasi suuradda ugu weyn ee tajalliyaadka leh cadiimka ah sirta kowniga ku jirta waxaa ka mid ah waa suuratu kawthar ee maasha allah sirteeda eebbe subxaanahu watacaala wuxuu daad camal kugu soo dayn doonaa furashada khayrka, arsaaqda, caafimaadka, awlaadda, farxadda, kurbada laga faydo. Subxaanallah, sirteeda ilaahay wuxuu kaaga faydi doonaa murugada iyo dhibaatada meel aadan adiga ka filan karin. Sirteeda waxaa ka mid a maalkaaga ma go'i doono, arsaaqdaada way socon doontaa. Subxaanallah, keliya haddii aad alla tala saarato oo aad joogtayso akhrinteeda oo aad markaasi wardi ka dhigato insha allah, qaabkan ayaadna wardiga u akhrinaysaa. Waa adiga oo weyse qaba oo soo weyse qaatay marka hore oo aad dahaarana leedahay. Akhrinta waxaad ku furfuranaysaa bisalaati cala nabiyi lmustafa muxamed sallallahu calayhi wasalam. Qaabka iyo nooca iyo cadadka aad rabtid ayaadna akhrinaysaa insha allah. Kadibna waxaad akhrinaysaa suuratul kawthar 10 jeer salaad walba oo waajiba kadib, yacni marka aad tukata kadib. Inta aadan seexaninna 10 jeer ayaad akhrisanaysaa insha allah. Sirta weyn maalinta jimcadana waxaad akhrisanaysaa 100 jeer idinka allah. Haddii aad awoodi kartid maalintaas 1000 jeer ayaad akhrisanaysaa insha allah. Waxaadna akhrisanaysaa akhrinta ama qiraa'ada salaada casir kadib iyo salaada maqrib ka hor maalinta jimcada. Waxaadna soo gebagabaynaysaa salliga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Kadib 3 maalin ama 7 maalin satara cajaa'ib alcujaab. Intaa kadib markii aad aragto khayrkeeda iyo mucjisaadkeeda barakaadkeeda, adiga ayaa ma ka joogi doonin oo ka dhigan doontid wardi, tiradana aad badsan doontid insha allah. Noloshaadana si abadi ah ayay isu bedeli doontaa. Sirta suuraddanna waxaad ka arki doontaa cajaa'ibta noloshaada. Adiga ayaana qof walba dhihi doona akhriso si ciriiriga eebba kaaga faydo. Wax walbana ogow, waa aaminaada iyo ictiqaadka aad rabbi aaminsan tahay. Haddii aad alla kheyrkii aaminsan tahay, waxba kuma lihid. Haddii aad aaminsan tahay in aad tijaabiso oo keliya, waxba kuma lihid. Waa in camalkaaga uu yahay alikhlaasu lilah wa mutaabacatu nabiyi lmustafa muxamed sallallahu calayhi wasalam. Waa in aad markaasi aad ikhlaas u samaysa ood aaminsan tahay rabbi subxaanahu watacaala, kullu shay-in biyadi oo kullu shay-in biyadihi kun fayakuun, yacni gacantiisa inay wax walba ku jiraan oo kun fayakuun ay ku dhacayaan. Haddii aad raacdo sirrihiisa iyo asraarta qur-aanka kariimka uu ku keediyey, aadna aaminsan tahay awoodda rabbi inay ku dhacayaan wax walba insha allah, xaaladaada iyo farxaddaada way isbedeli doontaa oo meel wanaagsan ayaad adduunyada uga noolaan doontaa. إلى هنا انتهت حلقتنا اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعيه. وحن جعلها قفل بأنه مقالك لايك ساري وشير قريه. هذه بعض هل كان سوكرتي
waxaan baakaaga baryaynaa inuu jannada al-firdaws macaaga iyo macaana ka dhigo dhammaantiina ugu kulansiiyo dembiyadeena dhaafo arsaaqdeena waasiciyo awlaad baraka iyo baaryaalna siiyo ubadkeenna ilaahay u furo cilmiga iyo culumta diiniga inay bartaan baaryaal nooga dhigo dhammaantiina waxaan idin leeyahay jannada al-firdaws ilaahay guryaheena ka dhigo intaan muuqaal mid ka lamida ka kulmi doonno waxaan idin leeyahay asalaamaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu